دكتور محمود، حتى وزير الخارجية الأمريكي قال اليوم روسيا انتهكت التزامها باتفاق الحبوب بمهاجمة ميناء أوديسا. تفضل دكتور محمود. أول شيء أعقب على كلام الضيف من كييف أو من أوكرانيا أو من أبو ظبي. من أبو ظبي ضيفنا هو المتحدث باسم السفارة الأوكرانية في أبو ظبي. نعم. طيب طب يا أخي، مدام متحدث باسم السفارة وإنسان رسمي، يفتح الاتفاقية موجودة على، وإذا سمحت في عندك طريق الأعداد يفتحوا الاتفاقية ونشوف الأرصفة المسموح فيها. ثلاث موانئ مسموح لها فقط. ميناء أوديسا كبير جدا، أوديسا كبير جدا، سمحت روسيا والولايات المتحدة وقفت على ثلاث مرافق فقط، ثلاث أرصفة. علوي يا ريت يا ريت يا ريت، ايش حدث فريق الاعداد، يا ريت يفتح الاتفاقيه في ثلاث مناطق محدده بالتفصيل ممل وبالخريطه وبالاحداثيات. يعني هذا على كلام ليس من عندي، يعني ليس تخريجتي. علوي اذا فريق الاعداد موجود عندك يفتحه، واذا السيد فيتالي موجود في ابو ظبي يرى الاتفاقيه اللي وقعوا عليها الاوكرانيين وزير البنيه التحتيه. ثلاث ارصفه فقط، ميناء اوديسا كبير صديقي، هناك ميناء عسكري وهناك للبحرية الأوكرانية، هناك ميناء شفت حياتك أنت، ميناء عسكري مخلوط مع ميناء مدني. أعوذ بالله، كل واحد له رصيد خاص، يعني هذا شيء أنا معروف يعني جدا. الميناء المدني هو للشحن والنقل، بينما الميناء العسكري هو لاستلام البواخر العسكرية وتفريغ الأحواض العسكرية. لكن ميناء النفط إلى ميناء صديقي، الحبوب إلى ميناء، العسكرة إلى ميناء، الكونتينرات إلى ميناء، كل واحد له ميناء خاص فيه حسب الرافعات الموجوده. هذا علم البحر وليس علمي، واتفاقيه موجوده. يعني بفهم منك انه يمكن أيوة. يمكن لروسيا ان تقصف مجددا ارصفه في ميناء اوديسا. لا طبعا، هي ليست هدنه صديقي، هي ليست هدنه، هي ليست هدنه. روسيا سمحت فقط بثلاث مناطق ارصفه فقط، ثلاث مناطق، والباقي هي مرمى تحت النيران الروسيه، والصواريخ تخطف فيها دقيقه، يعني ما في اي غلط ولا لحتى مترين او ثلاثه او افضل كيلومتر او اثنين مربع. يعني بس هذا المنطق دكتور محمود الا يهدد، هذا المنطق الا يهدد بنسف عمليه يعني اخراج السفن بطريقه امنه؟ شوف صديقي، الخط مرسوم، يعني يا ريت، يعني انا اتمنى من طريق الاداء تبع الحلقه وطريق الاداء يطلع اتفاقيه والترجمه اللغه العربيه وحطوها على قناه، في خطوط مرسومه، خطوط مرسومه، اوكرانيا لها مهمه، روسيا لها مهمه، تركيا لها مهمه، الامم المتحده لها مهمه، كل واحد محدد الاهميات الاتفاقيه بالحرف الواحد. روسيا مهمتها فقط ان تحمي ثلاث ارصفه وتسمح لهم بالخروج بالشراكه مع تركيا، تركيا مهمتها ان تفتش الباخرات عدم دخول اسلحه اوكرانيا، ومهمتها ان تراقب هذه المغرب، مهمه اوكرانيا ان تؤمن لهم معبر امن وتزيل الغاز الموجوده على طرفين ليخرجوا بشكل امن من دون ما يحصل فيه الغاز. كل طرف له التزاماته. يعني لماذا نخلص الحابل بالنابل؟ الامور واضحه، روسيا قالت قصفت، البارحه كان في ديز انفورميشن قالوا قصف ميناء اوديسا، ولكن اذا راس الخارطه لكل ميناء له ترتيبه معينه، هذا امر مهم جدا. الامر الثاني، روسيا من ضمن اهدافها العسكريه هي نزع السلاح الاوكراني وتدميره بشكل كامل، ان كان موجود بميناء اوديسا ولا كان موجود في حتى في خاركوف، في الفوف، في كييف، كله راح يدمروه. هذا هدف العمليه العسكريه الروسيه الذي اخترعه من عندي، هاي الرئيس بوتين قال. فان يصدق او لا يصدق العالم هاي مشكلته، ولكن روسيا واضحه في كلامها. ويقول زميلك ابو ظبي السفاره عفوا فيتالي، السيد فيتالي يقول لك روسيا كذبت، روسيا لم تكذب العمليه العسكريه ابدا، روسيا قالت لن نقوم بحرب، وهي قامت بعمليه عسكريه، والحرب خدعه، يعني هن كانوا يقوموا بعمليه عسكريه، وهن ما التزموا بالاتفاقيه من سنوات، من سنوات اتفاقيه مصر لم تطبقها اوكرانيا، سمعني هو على رد علي او رد على الشاشه او رد على، من سنوات لم تطبق الاتفاقيه، حتى قال الرئيس زيلينسكي بالاخير انا لا تعجبني هذه الاتفاقيه، ما بدي اياها يا اخي. يعني مين كسب على بس دكتور بحسب بس دكتور